بسم الله وكفى والصلاة والسلام على نبيه الذي اصطفى، ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نصيحة مني أنا كشاب جزائري إلى كل شاب جزائري المسلم حول قضية الثورات وإسقاط الأنظمة وما شابه، بداعي أن الفساد الأخلاقي والفساد الإداري والفساد المجتمع وإلى آخره أيضا، يعني شنكون أكثر إنصافا وأكثر عدلا بينكم من روح الحكم، أن الإنسان هذا الحكم في الإدارة للحكم في السلطة ما راحش إنسان جم المريخ ولا جم زحل، راح إنسان جزائري تربى في المجتمع الجزائري، الوالي يطلع في الانتخابات انتخب على الشعب أولا، ثانيا تربى في وسط الشعب، يعني إذا كان فاسد بفساد المجتمع ويفسد راح إنسان أيضا. احنا ندعى أننا الفساد لازم إسقاط وتغيير، علاش التغيير لا يكون إلا بالتغيير الفرد لنفسه، صلاح المجتمع بصلاح الفرد، لأن المجتمع هذا متكون من عدة أفراد، فرد والفرد والفرد مش تكون المجتمع، تكونش المجتمع واحد. النبي صلى الله عليه وسلم كبناء الإسلام بناء بمكارم الأخلاق، أول حاجة بناء مكارم الأخلاق وبدأ يمشي ويتطور في الإسلام وينشر فيه بحسن الخلق، حتى قال جئت لأتمم مكارم الأخلاق، يعني إنسان يبني قاعدة ويجي طالع حتى تخرج بمجتمع صالح. صحيح ما بنيته أنت، إحنا واقع اللي نعيش فيه غير ذلك تماما، الإنسان يكون أكثر إنصافا بينكم وبين غيره. إحنا يا شباب الجزائر، بعض من الشباب تشوف روحه ما عندوش خدمة ولا ما عندوش، لا عايش في ضيق ولا عايش في أي حاجة، يروح للمخدرات ويروح للكحول والبيع وبيع المحرمات ويدخل في محرمات كبيرة، والله عز وجل يقول في القرآن ومن يتق الله يجعل له مخرجا، علاش ما يروحش للمسجد ويتقي الله ويتوب الله عز وجل، وما هو أرزاق هذه اللي مكتبة لك الحق، ماشي في يد الحاكم ولا في يد السلطان ولا في يد الأميرين ولا في يد أي أحد، الأرزاق بتاعك مكتبة لك ربي من فوق سبع سماوات 50,000 سنة قبل أن يخلق الأرض. يعني مش إنسان يكون أكثر من صار، يكون الفساد هذا اللي راح في الدولة تاعنا ولا في أي شيء جاي من عندها، بدليل القاعدة تقول كما تكون يولى عليك، مش ما نكونوش حقاً، ما نشوفوش دائما إلى السلطة إلى السلطة إلى السلطة وللأمير مش دائما فساد وهذه ورشوة واختلاسات، ما جاتش عندنا، جات من عندنا احنا، احنا بطبيعتنا طالعين بفساد اخلاقي، باش نكونوا يعني اكثر وضوح. هذه النصيحة تاعي لكم الشباب الجزائري، عليكم بمكارم الاخلاق، اللي يحب يعرف الاسلام، الاسلام راه هو هذا الكتاب، هذا هو الاسلام، كاش اسلام على كاين كتاب كاين سنة كاين اخبار صحابة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن، ما قالش خالق المسلمين، قال خالق الناس، يعني بجميع أطيافهم وجميع معتقداتهم وجميع أعمارهم، خالق الناس بخلق حسن بمكارم الأخلاق وطالب العلم. أول آية نزلت في القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق، يعني عليكم العلم الصحيح العقيدة الصحيحة، ثم تبدأ تبني الدولة هذه المجتمع يطلع على قاعدة صحيحة قاعدة مثقفة، هذاك النهار تكون عندنا دولة عادلة وذات كما نقول احنا حكم ليرضاه الشعب، شي كما رانا نشوفو حنايا وكما الواقع اللي رانا نشوفو فيه يروي يقول إسقاط الأنظمة بالثورات الغبية والهذا.
الخروج عن الحكام الغير الشرعي، بلا ما ندخل في هذه التفاصيل. المهم هذه نصيحتي لكم قد قدمت، فإن أحسنت فهذا فضل من المنان، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، الله ورسوله منه بريئان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.